هي علاقة الألوان بالمذاكرة؟ طبعا احنا خدنا الوقت القمر وخدنا ظواهر طبيعية وخدنا سكر وخدنا شم، او احنا كل دي نظريات انا عارف انك اول مرة تسمعها، بس كلها بتحوط كده بالمخ علشان ينشط وانت بتذاكر. هل الألوان علاقة بالمذاكرة؟ وهل بتفرق لو انا كتبت الكلمة اللي انا بذاكرها باللون الأحمر على اللون الأسود على الأزرق؟ هل بتفرق؟ هل بتفرق الورقة اللي انا بذاكر عليها هتبقى بيضة عن ما تبقى سمراء عن ما تبقى خضراء عن ما تبقى صفراء؟ هل بتفرق الألوان في المذاكرة؟ تعالى كده نبص، مين أكثر قدرة على الحفظ؟ احنا ولا العرب السابقين اللي هم العرب الجاهليين؟ أكيد هم. أنت كنت تقول له القصيدة من 100 بيت، مجرد ما بتخلصها يقولها لك تاني، وأنت لو قلت لي قصيدة من بيت واحد مش عارف أقولها لك بعد ما أنت تخلصها، وبالتالي هم أكثر قدرة على الحفظ. طب ليه العرب أكثر قدرة على الحفظ مننا العرب السابقين؟ تعالوا كده نبص في البيئة اللي كانوا عايشين فيها. هو الصحراء كان لونها ايه؟ لونها اصفر. الرمال لونها ايه؟ لونها اصفر. الورق اللي بكتبه فيه لونه اصفر. الجبال اصفر. الله، هو في علاقة ما بين اللون الاصفر ده وسرعة الحفظ بتاعتهم؟ ميبي، ممكن نفتح القرآن كده نشوف تأكيد للنظرية دي، لأن في آية بتقول ايه؟ إنها بقرة صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اذا اللون الاصفر لون السرور، الذهب اللي الستات بتحطه هو لونه اصفر، لان اللون الاصفر ده طبيعته الفيزيائيه بيبعث السرور في النفس. الفراعنه كانوا بيحطوا التماثيل بتاعتهم بيحطوا عليها وشاح من ذهب، هو ده لون السرور. وبالتالي طب الحفظ في وقت السرور افضل ولا في وقت الحزن؟ اكيد في وقت السرور، ما انت مش هتبقى زعلان وانت تحفظ ويبقى عندك حفظ. وبالتالي اللون الاصفر يؤدي الى السرور، والسرور الحفظ فيه بيبقى اسرع. ده كده كان استنتاج من القران، بس ما زلت بدور على استنتاج من العلوم الحديثه عشان ياكد نظريه ان اللون الاصفر لون الحفظ. لقيت ايه؟ كل لون له طبيعه، له طول موجي وله خواص فيزيائيه وله طبيعه في التاثير على مخ الانسان. فمثلا اللون الاحمر لون مثير للانتباه، يعني مثلا انت عمرك شفت الستوب اشاره المرور لما بتعمل لك ستوب بيبقى لونها ايه؟ عمرك شفت لون بيعمل لك ستوب غير اللون الاحمر؟ اشمعنى اللون الاحمر هو لون الستوب او لون الانتباه؟ لان اللون الاحمر طبيعته الفيزيائيه اكبر الالوان طول موجي، فبشد انتباه عينك بسرعه. لو اديت لك ورده حمراء وورده صفراء، مين هتشد انتباهك اسرع؟ الورده الحمراء، لان اللون الاحمر اسرع، هو طول الموجي بتاعه اكبر، وبالتالي اسرع في شد الانتباه. علشان كده الدم بتاعك لونه ايه؟ لونه احمر. تخيل كده لو كان دمك لونه اصفر مش هتاخد بالك ان في دم طالع، لكن مجرد ما بيطلع دم لونه احمر اللون الاحمر بيسير عينك بسرعه، وبالتالي كل لون له طبيعه فيزيائيه. تعال بقى نشوف اللون الاصفر اللي احنا بنتكلم عليه. جيت بقى اشوف في استخدام الالوان في العلاج، لقيت ان اللون الاصفر لون، اسمع بقى الجمله دي، منشط لخلايا الذاكره، لذلك تطلع حوائط المدارس باللون الاصفر البيج. وبالتالي لما انت سنتك تيجي تذاكر، ذاكر على ورق اصفر، لان اللون الاصفر هينشط الذاكره بتاعتك اصفر، وبالتالي كده انت استخدمت نظريه اللون الاصفر. طبعا انت بعد النظريه دي انت المفروض تروح تشتري ورق اصفر. انا عارف انك ممكن تكسل وما تروحش تشتري ورق اصفر. طب تعمل ايه؟ عارف انت القلم اللي هو الماركر اللي هو بيعلم بيطلق يعني بيدي لك الجمله، لو انت علمت على الجمله كده بيخلي لها خلفيه صفراء، الجمله مكتوبه زي ما هي بس لو انت علمت عليها بالقلم كده بتبقى خلفيتها صفراء. الخلفيه الصفراء دي بتبقى بتنشط الدماغ، بس احنا لو كانت الورقه كلها كانت افضل. فانت ببساطه لو ما عرفتش توفر الالوان اللي انت عايزها في الاوراق، اشتري الوان معينه علشان تعلم عليها على الجمل الجوهريه اللي بتيجي